وصل الفريق المتخصص إلى عمان، استقبلناه في الفندق وكان الحماس فعلا باد على الوجوه أنهم جاءوا إلى التدرب على معايير في وسط عربي. يعد الاشتغال على تمكين وتأهيل معلم اللغة العربية مطلبا رئيسا وضرورة ملحة، فقد أدركت أكاديمية الملكة تيرانيا لتدريب المعلمين منذ تأسيسها حجم مسؤوليتها تجاه هذا التمكين والتطوير، وحرصت على تلبية حاجة معلم اللغة العربية إلى ما يرشده ويأخذ بيده ليتمكن من أداء مهنته وممارساتها بسهولة. كانت رحلة جميلة، زرنا المدارس، تعلموا الكثير من هذه المدارس. تميزت هذه التجربة أنها مبنية على بحث متعمق، لأننا على مدار ما يقارب عامين ونصف من العمل مع المجلس الإسلامي في سنغافورة خضنا مراحل بحثية متعددة. ذهبنا في رحلات عديدة، ذهبنا إلى جبل القلعة، تشاركنا في الزيارات. كم كان الفريق رائع في التفاعل، في النشاط. كان من الجميل جداً إتقان الفريق للغة العربية الفصيحة وإصرار فريق سنغافورة على التحدث باللغة العربية الفصيحة. أنتم مسلمون ولغة القرآن العربية. الله 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 انغمس معنا في أنشطة مختلفة، وكانت نقطة الانطلاقة بحيث قدمنا لهم في البداية نشاط كسر الجليد. أول شيء أتعلم من هذه الدورة هي منهج تعليم اللغة العربية المستند إلى المعايير. كل طالب مستواه وكفايته الخاصة، فعلى المعلم أن يحاول في إتباع هذه الكفايات حتى يستفيد الطلاب ويستطيعون أن يتعلمون أكثر. يعني كانت تجربة غنية، كانوا في قمة التفاعل والانسجام يعني السعادة في توظيف اللغة ضمن سياقات حقيقية وواقعية. أستطيع القول أن هذه التجربة كانت غنية وكانت يعني ذات فائدة للوفد القادم بتنوعاته، من كانوا معلمين، كانوا تربويين، كانوا من القائمين على التأليف. تعلمت كثيرا خاصة بالبيئة وكذلك بأداء التعليم من جهة المعلمين. هناك أظن شيء مهم لي أنا كمعلم اللغة العربية في سنغافورة، بالنسبة لي أنا كنائبة رئيس القسم اللغة العربية في مدرسة الإرشاد، أنا سأناقش مع رئيسي وهو أيضا هنا معنا الآن كيف علينا أن يعني نجدد أو نعدل بعض الأشياء قبل أن نبدأ السنة الجديدة. ينبغي علينا أن نهتم بتعليم اللغة أكثر من التعليم عن اللغة. أضاف لي التدريب من ناحية الأكاديمية ملكة رانيا إلى مهاراتي في تعليم اللغة العربية حتى يكون متكامل ويساعدني في فهم اللغة حتى يسهل في تطبيقها في التدريس.
من النظرية الفطرية بالجهاز هذا الديفايس الذي موجود في الدماغ. يوجد الكثير من مقامات. شاكرين جدا على وقتكم وعلى تكبد عناء السفر ومشقة السفر بالحضور من سنغافورة. أريد نحن هنا للتعلم نعم تلك اللغة العربية. But I would like to say my deepest gratitude to KRTA, to the CEO, and to the whole team because everything from the start, from about 2 years ago that yeah. we came in touch. من الأشياء التي دائما تحرص الأكاديمية عليها أيضا الأخذ بيد معلم اللغة العربية إلى تطبيقه لأفضل الممارسات التي تساعده دائما في القيام بمهنته على أكمل وجه. بحثنا في جوانب كثيرة في مجتمع سنغافورة، درسنا مناهج المجلس الإسلامي، درسنا مناهج 4 مدارس، وكان التدريب هذا اللي موجود عندنا لما اجوا عندنا زيارة بالأردن كان هدفه حصاد كل النتائج العمل السابق اللي عملنا عليها في خلال 2 سنين. ترك الوفد السنغافوري ومعلمي المجلس الإسلامي السنغافوري انطباعاً رائعاً جداً حول محبتهم ورغبتهم في تعلم اللغة العربية وتعليمها لأبنائهم، وعكسوا في تصرفاتهم وأخلاقياتهم أخلاقيات راقية جداً في التعامل. بتعرفوا على المعايير اللي عملناها وكان ينقسم إلى 3 محاور رئيسية. كان المحور الأول هو التعرف إلى المعايير هاي بكل تفاصيلها، وانتقلنا بعدها للمحور الثاني وكان عبارة عن التعرف على نظريات اكتساب اللغة وكيف يتعلم الإنسان ويكتسب اللغة سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة. كان هذا كله بيساعدهم ليروح للمرحلة الثالثة اللي هي تصميم منهاج مستند للمعايير.